راديو فيتا احلى نغمه. عسلامة ومرحبا بكم مستمعي راديو فيتا في حصتنا من خدمات فلاحيه، برنامجنا من خلاله نحاولوا باش نوصلوا كل مشاكل ومشاغل القطاع الفلاحي. اذا كان عندكم استفسار ولا تساؤل، ما عليكم كان تخليو لنا كومونتير على الباج فيسبوك نتاعنا راديو فيتا وموقع الويب الخاص بينا www.radiovita.tn. موضوع اليوم باش يكون حول مشاغل قطاع القوارص في الموسم هذا، وضيف حصتنا باش يكون رئيس اتحاد الفلاحة والصيد البحري ببني خليط السيد بشير عونال. أما قبل ما نبدأ حصتنا باش نخرج فاصل غنائي وهنا رجعين. Thank you.
بكرينا غرب جواد ساكنها زاهي ومتهني ساكنها زاهي ومتهني وزايرها من كل بلاد يا عيني على أهلا وسهلا بك معنا رئيس اتحاد الفلاحين سيد بشير عنالة في حصتنا الخاصة اليوم خدمات فلاحية. موضوع اللي حابين نحكيه فيه اليوم هو يتمحور حول الانتاج القوارص والمنتوج متاع سنين كيفاش كان شنية الفوائد متاعه وشنية الإشكاليات اللي يعانيوا منها الفلاحين خاصة كونه سنين كانت منسوب كميات الأمطار كميات كبيرة معناها هل ترى كانت معناها في الإيجابي وإلا في السلبي بالنسبة للفلاحين كان تحكينا شوية عليه. شكرا بارك الله فيك على الاستضافة. حبيت نشكرك من الأعماق بصراحة على تطرقك لمثل المواضيع الهامة اللي تشغل بال الفلاحين في منطقة بني خلاد ومعتمدية بني خلاد. كما تعرف قبل شهر أوت ما كناش من أصله نتحدث على صابة بتاع قوارص باعتبار كنا نعانيه في حالة جفاف. كانت المندوبية دائما وأبدا تبعث في رسائل هي متخوف الحقيقة وقت اللي تقول لنا معناها لابد من المحافظة على أشجار القوارص فقط. اليوم بعض الأمطار الأخيرة متاع شهر أوت اللي بلغت فيها في معتمدية بن خلاد واللي حطمت الأرقام القياسية العالمية حيث في 4 أو 5 ساعات معناها نزلت كمية فوق 297 مليمتر واللي خلفته من أضرار وكما تعرف أضرار كبيرة على مستوى معناها البنية التحتية وعلى مستوى الأشجار وعلى مستوى معناها تربية الماشية إلى غير ذلك. بطبيعة الحال بعض الأمطار هذه تمكننا من إنتاج على المستوى الوطني 440 ألف طن من القوارص، منها ولاية نابل تمكنت من إنتاج 330 ألف طن. اليوم معتمدية بن خلاد وحدها ما يفوق 100 ألف طن معناها من إنتاج القوارص. بعد كما قلت لك ما كنا معناها باش نمنع الأشجار، اليوم بعد الأمطار الأخيرة معناها ولينا نتحدث على فايض متاع إنتاج وعلى كميات كبيرة وعلى جودة هامة. تعرف أنت الحقيقة قطاع القوارص وخاصة نوع القوارص في تونس عنده فوائد عديدة ومتعدة. بطبيعة الحال وقت اللي نحكيه على الفوائد الصحية فوائد الحقيقة كما قلت لك عديدة، منها أولا نوعية القوارص بصفة عامة هي غنية بالفيتامينات بالألياف ولعل أبرز الفيتامينات الفيتامين سي اللي هو يقاوم خاصة الجريب. في الفصل هذايا استعمال معناها القوارص وعصير القوارص من شأنه أولا باش يجعل مناعة وحصانة في جسم الإنسان على الأقل باش تخفف من الإصابة بمرض الجريب. كذلك عندنا أنواع أخرى من القوارص على غرار الليمب وصرة وهو مقاوم كبير لأمراض القلب. كذلك بالنسبة معناها للزنباع استربي هذايا معناها علاج ممتاز لتصلب الشرايين خاصة ولتنشيط الدورة الدموية داخل الجسم، معناها فوائد عديدة ومتعددة بالنسبة للقوارص. كذلك استعمال قشور القوارص بطبيعة الحال في عاداتنا وتقاليدنا على مستوى القهوة ولا مستوى البسيسة اللي نعملها قبل معناها ما يتلوح شيء من الثمرة متاع البرتقال. كذلك البذور متاع الأرنج اللي هو يتم معنا غراستها لتوفير الشتلات اللي مش يتم التطعيم عليها أنواع القوارص الكل في تونس واللي هي تقريب الباز والعنصر الأساسي لمعناها التكثيف من أشجار القوارص. بطبيعة الحال كذلك دور كبير لأزهار الأرنج واللي نستعملها بطبيعة الحال في التقطير وخاصة زيت النيرولين اللي يتباع بأثمان باهظة وباهظة جدا واللي يستعمل في أشهر العطورات في العالم واللي يتم تصديره معناها بالعملة الصعبة والحقيقة قاعد يساهم في الميزان الاقتصادي التونسي. بطبيعة الحال هذه بالجوانب الهامة اللي ممكن أن نتحدث عليها على مستوى فوائد البرتقال. أي هذا بالنسبة للفوائد. طويكة باش نتعداو معناها على الإشكاليات، شنو المصاعب اللي مروا بها الفلاحين في الموسم هذايا؟ شنو هي الحاجات؟ هل ترى فما أمراض عانيت منها الأشجار ولا فما حاجات كانت ضارة؟ شنو هي الحاجات بالضبط اللي تنجم تحكي لنا عليها في هو بعد الإنتاجية الممتازة لهذه السنة؟ الحقيقة ما يلاحظ هو تدني على مستوى أسعار البيع. اليوم المالتي التونسي والأشجار معناها اليوم نحكي على المالتي ب 300 مليم في ظل تدهور الدينار التونسي، اليوم نحكي على التمصر ب 500 مليم،
في حين وأنه الدراسة خاصة بتاع الكلفة أثبتت وأنه الكيلو غرام معناها بتاع القوارص يتكلف عند الفلاح ب 480 ملي. فهمني؟ هذا من المشاكل الكبيرة. عندنا مشاكل المديونية الحقيقة يعني يفهم مديونية خاقة وخاقة جدا. تعرف موسم 2016-2017 اللي تقريب أرقام قياسية تم إنتاج القوارص ما يفوق 600 ألف طن واللي أطلف من خلالها مئات الأطنان، اليوم مخلفاتها باقي على الفلاحين من ناحية الديون خاصة العالقة لدى البنوك ولدى المزودين ولدى مجامع التنمية. هذه مشكلة كبيرة. كذلك ارتفاع كلفة الإنتاج بطبيعة الحال هذا اللي من أبرز المشاغل. غياب كذلك مسالك التوزيع، اليوم في منطقة الوطن القبلي في بني خلاد أو مزر بوزلفة ولا سليمان ولا بوارقوب ما عندناش معناه مسالك توزيع منظمة، ما عندناش أسواق جملة، ما عندناش أسواق إنتاج. هذا اللي يزيد في صعوبات معناها الترويج. كذلك الصعوبات المالية اللي تعاني فيها تعدديات الخدمات الفلاحية كل من بني خلاد ومزر بوزلفة وبوارقوب اللي هذوما دورهم كبير وكبير برشا في الأخذ بيد الفلاحة وترويج الإنتاج على مستوى الخارجي والداخلي. ضعف عمليات التصدير، تتصور احنا اليوم ننجو في 440 ألف طن ونصدره في 13 وفي 11 ألف طن، معناها الأرقام التصدير هزيلة وهزيلة جدا. اليوم من المفروض كنا نصدره في 50 و 60 ألف طن، اليوم بقينا نصدره معناها في 13 ألف طن، وهذا بصراحة أكبر عائق. كذلك غياب البحث العلمي الفلاحي اللي مش يطور المردودية متاع قطاع الفلاحة خاصة قطاع القوارص. اليوم معدل الإنتاج 18 طن في الهكتار، في حين أنه نجم نعمله 25 و30 طن في الهكتار كمعدل. اليوم باش نجم تنافس وباش نجم تنقص من الكلفة يلزمك تزيد في الإنتاج والإنتاجية خاصة من حيث النوعية ومن حيث الجودة. كذلك بطبيعة الحال هنالك إجراءات وترتيب وقوانين بكل صراحة تكبل خاصة التطور الموجود، ما كبتش حجم الثورة. اليوم تعطي حكم محلي على مستوى البلديات وعلى مستوى النظام البلدي الجديد، ولكن تقعد القوانين والإجراءات من عام 90. اليوم باش احنا كما تعرف ابن خلاد عندنا سوق جملة اللي بمقتضى قرار صادر عام 98 من المفروض فعليا هو محدث، ولكن على أرض الواقع مش محدث. علاش؟ لأنه التو نعمل في إجراءات تبديل صبغة الأرض باش يقام عليها المشروع هذايا في منطقة جبان الشر أو منطقة زاوية جديدي، وهذه من المعوقات الكبيرة اللي قاعد يعاني فيها خاصة القطاع متاعنا، واللي المسؤول المحلي اليوم في حيرة من أمره باعتبار هالقوانين وهالإجراءات وهالتراتيب ما عادش تتماشى، معناها قديمة ولات ما يشي مواكبة للعصر، وهذا اللي يخلي بطبيعة الحال الفلاح دائما وأبدا يعاني. احنا شو نقوله باختصار شديد اليوم؟ إن كان هنالك إرادة سياسية حقيقية تجاه القطاع الفلاحي باعتباره قطاع سيادي، أراه اليوم النجم قدمه بالقطاع الفلاحي، أراه اليوم القطاع الفلاحي يزم يكون في الأولوية المطلقة لتا خيارات الدولة باعتباره قطاع يأمن قوت الشعب التونسي. اليوم اللي نشاهده فيه العكس هو ضرب واضح للمنظومات الفلاحية، سواء في منظومة القوارص تعاني الأمرين من حيث المديونية من حيث التسويق، الفلاح يتعب عام كامل وفي الأخر كيجي يروج الإنتاج بتاعه بيلقاش حتى الأسعار اللي تغطي حتى التكاليف بتاعه. اليوم تشوف منظومة اللحوم ومنظومة العظم ومنظومة الدواجن ومنظومة الحليب قاعدة تتضرب. هذا علاش؟ على خطر ما نشجعوش الفلاح التونسي، نشجعوا في الفلاح الأجنبي وما نشجعوش الفلاح التونسي، وهذه أكبر معضلة. احنا ندائنا الى السيد رئيس الحكومه باعتباره المسؤول لول على الفلاحين وعلى امن التوانسه، يلزم يعطي الاولويه المطلقه للقطاع الفلاحي بشتى مجالاته، سواء في الحبوب سواء في القوارص سواء في الطماطم سواء في اللحوم سواء في البيض. معناها بصراحه القطاع قاعد يعاني، ويا خيبه المسعى بعد امضاء اتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي معناها مش تولينا مشاكل كبيرة. اليوم كلفة الانتاج متاعنا بهذا برشا. اليوم الجودة صحيح فما جودة عالية ونكهة المنتوج التونسي رغم الضهية حتى الدولة، ولكن مقابل المنتوج الأجنبي اللي مش يغزي الأسواق التونسية راه الفلاح التونسي بمثابة الانتحار الجماعي للفلاح التونسي وللمنتوج الفلاحي التونسي. احنا نجد نداءاتنا للسيد وزير الفلاح، للسيد رئيس الحكومة، للسيد رئيس الجمهورية، كل الأطراف المداخلة، كل الساسة معناها الموجودين، الأعضاء مجلس النواب، يلزم يعملون إجراءات وقوانين وحوافز تشجيعية لصالح القطاع الفلاحي مهما كان، باش اليوم نحافظوا على مكانتنا في الأسواق الخارجية ونأمن خاصة قوة الشعب التونسي. هذا ايش النجم أقوله في هذا المجال.
وبالنسبة للاتحاد الفلاحة معناها شنية الإجراءات ولا شنية الحاجات اللي تويك ناويين إنكم تخدموها في الأيامات القادمة باش تحلوا مثلا المعضلة هذه ولا تعاونوا الفلاحين؟ يعني شنية الترتيب اللي انتم مكنتوها للفلاحين باش يلقاو حلول في الأيامات هذه معناها البسيطة إلى أن معناها تجي خطة في المستقبل وتتصلح الوضعية للأحسن؟ احنا كما تعرف اتحاد الفلاحين هو قوة اقتراح، هو منظمة نقابية ترفع مشاغل الفلاحين الى السلطات المعنية. اتحاد الفلاحين مش هو مش يعمل، لكن هو عنده رؤية استشرافية ينجم معناها يقدمها للحكومة وللأطراف المعنية في عديد المناسبات. تقولوا اليوم هذا يا منتوج وطني، ماذا بينا على الاقل معناها تقوم على الاقل وزارة الفلاحة والمجمع المهني المشترك للغلال بواجبه على الاقل تجاه الاعلام على مستوى القناة الاذاعات والتلفزات الوطنية للتعريف اكثر بالمنتوج الفلاحي التونسي وخلق تقاليد غذائية تونسية، خلي المواطن التونسي يستهلك القوارص التونسية باعتبار الفوائد الموجودة فيها. اثنين، احنا قلنا ولو معناها الدولة تتدخل ولو بصفة معناها فورية واستثنائية لدعم التعاضديات المصدرة كليا. اليوم نشوفوا زوز ولا ثلاثة تعاضديات بوارقوب ولا ابني خلاد ولا مزر بوزلف ولا سليمان، هل 4 ولا 5 مليار دولار معناها الدولة عزت في توفيرهم على الأقل باش ترجع التعاضديات إلى مكانتهم. هذوما يستوفوا كميات كبيرة من المنتوج الفلاحي، وخاصة هما يقوموا بتوزيع الإنتاج على المستوى الداخلي والخارجي، وخاصة ينظموا عملية التزويد على مستوى الأسواق وتنظيم الأسواق وضرب خاصة المحتكرين على أيديهم. اليوم إيش معقول تو المنتج في ابن خلاد يبيع في البرقدان ب 300 و 250 فرنك، تمشي انت للاسواق فهمتي ولا تلقاها ب 800 و 900 و 2500؟ تو معقول الشيء هذايا؟ احنا ماذا بينا الهياكل المهنيه نتاعنا ترجع الى سالف نشاطها. كذلك اليوم اذا الدوله تعمل مجهود اضافي امام تدني الدينار التونسي وخاصه ارتفاع نسبه التضخم، ماذا بين الدوله باش ترجع على الاقل الاقتصاد الوطني معناه على الاقل للمستويات نتاعه. اليوم يلزم تصدر، يلزم نشجع عمليات التصدير، عندنا منتوج لبس به وكي نقول لك اكثر من 500 الف طن عندنا قوارص، اليوم قادرين باش نصدروا 100 الف طن، راهو كي نصدروا 100 الف طن نجيبوا ما يقارب 200 مليون دينار للعمله الصعبه. اليوم الدوله هذه بصراحه تحس فما فتور، تحس ما فماش تجاوب، تحس ما نعرفش شنو اللي قاعد واقع على مستوى اعلى هرم السلطه وخاصه الوزارات المدخله، حتى الطرف ما قايم بالدوره بتاعه. اليوم نشجعوا على مستوى الصناعات التحويليه، يا رسول الله في منطقه الوطن القبلي كل ما عندناش حتى معمل واحد لتحويل البرتقال، هذا على الاقل باش يستوعب الكميات نتاع الفلاحه ويحافظ على الفلاح من تدني الاسعار ونربحوا كل عصير هذاك اللي هو معناه طبيعي يولي يستهلكوه التوانسة وخارج التوانسة يولي يتصدر وتكون عنده مواصفات عالمية ويكتسع أسواق خارجية جديدة. كذلك ما يقتصرش التصدير كان على المالتي فقط، اليوم عندنا أنواع بتاع التومسل، عندنا بتاع الكليمونتين اللي الحقيقة عندنا كميات كبيرة، عندنا ما يفوق 150 ألف طن من التومسل، علاش ما يتمش تصدير كميات منه وينقص على السوق المحلية فهمتي ولا، اللي الحقيقة تشهد في صعوبات كبيرة وتدني كبير بالنسبة للأسعار، علاش ما يتمش تصدير هالنوعية هذه اللي هي محبذة في العالم والنكهة بتاعها تقريبا تختلف تماما على ما هو موجود في المغرب وإسبانيا، وهذا يستنى الطوب بالنسبة للتوانسة، علاش الدولة ما تخدمش عليه؟ كذلك دعم وسائل معناها المصدرين من حيث النقل باش نشجعوهم على الأقل باش ينجموا يصدروا أكثر ما يمكن، هذه حلول جذرية من شأنها باش تحل برشا مشاكل. كذلك عندنا مؤسسات وطنية، اليوم المؤسسة العسكرية، المؤسسة الأمنية، عندنا المؤسسة الاستشفائية، عندنا المبيتات الجامعية، علاش ما يتمش فهمتي ولا معناها اتفاقية تبرم بين هالوزارات هذية فهمتي ولا مع الشركات التعاونية ومع المصدرين لتوفير كميات وحاجيات خاصة لبرسونال هذوكم والمقيمين معنا في المستشفيات وغيره، على الأقل باش يكون منتوج وطني ما يتلشاش. أولا المستهلك متاعنا ياخذ معناها بأسعار مقبولة تحمي منه الفلاح وهو يلقى حاجة فهمتي ولا اللي هي الطبيعية جاية ديركت من عند الفلاح، ويزيد يدعم بها الفلاح التونسي والفلاح في الوطن القبلي باش نحافظ على تدني الأسعار ونضمن خاصة ديمومة واستمرارية النشاط الفلاحي وخاصة قدرة الفلاح على تجاوز هالصعوبة هذه. وبالنسبة للفلاحين يعني هما كما فما تعاون من الفلاحين للإجراءات هذه قبلين الفكرة وإلا فما رغبة للتغيير نحو معناها الفكرة هذه، فما يعملوا سعيين معناها للفكرة هذه وإلا هما قاعدين ويستنوا أنه يتم التغيير وكهو هما مهمش قاعدين؟ احنا بالفعل كما تحكي طول الفلاح واعي، اليوم الفلاحة ولات
تكنولوجيا عالية متقدمة. واليوم الفلاح في معتمدية ابن خلاد خاصة واعي، اليوم يستعمل الانترنت، متفتح على معنى الأسواق الخارجية، متفتح التقنيات معنى العالمية، وبطبيعة الحال هو يحبذ. وإحنا اليوم كمجلس بلدي وكاتحاد الفلاحين في ابن خلاد سعين على إحداث سوق نموذجية، وإن شاء الله تم الاختيار هو في منطقة مزر بوزلفة باش يكون سوق معناها إنتاج ضخم فيه عديد العناصر الهامة، منها مخازن تبريد، منها محطة لف للقوارص، منها معمل لتحويل البرتقال، وكذلك لبيع المنتوج متاع الفلاحين بأسعار اللي تضمن ما فماش تدني على مستوى الأسعار، تضمن معناها على الأقل حق الفلاحين في الواحد. كذلك هناك رغبة كبيرة من الاتحاد لإرجاع تعدديات الخدمات الفلاحية، لأنه حبينا ولا كرهنا راهو من نجم يدافع الفلاح ويستوعب معناها منتوج الفلاحين ويوفر لهم مستلزمات الإنتاج، هما التعدديات هذوما، والفلاح معناه يستنى وقتاش معناه ننطلقوا في الإجراءات هذه. حاجة أخرى، الفلاح يحب هو ماذا بيه يضمن روحه، يحب الفلاح يتفرغ كل الإنتاج فقط، ماذا بيه يقع حماية الفلاح أولا من تدني الأسعار وتشجيعه باش يوصل هو يخدم على مستوى الضيعة، والأطراف الأخرى المتداخلة هي تقوم معناه بالأدوار متاعها على مستوى التصدير، على مستوى التحويل، على مستوى التعريف بالمنتوج في الأسواق الخارجية، على مستوى التفعيل خاصة السادة السفراء الموجودين في مختلف أنحاء العالم للتعريف خاصة بالمنتوج الفلاحي التونسي، وخاصة نوعية المالتي ونوعية القوارص التونسية اللي تنفرد بها الخصوصية متاعها، نظرا وأنه المولى سبحانه وتعالى حباه المنطقة دي بمناخ معناه تقريبا ننفرد به، وكذلك بمياه عذبة، والحقيقة اللي قاعدة تجيب لنا في نوعية خارقة للعادة ما تنجم لا المغرب ولا إسبانيا تنافسنا في هذا المجال. الفلاحين عندهم رغبة كبيرة وطموح كبير في أنهم يتنظموا، في أنهم يتفرغوا كل الإنتاج فقط، والأطراف الأخرى هي تتحمل مسؤوليتها في ترويج الإنتاج بتاعهم مع ضمان حد أدنى، فهمتي ولا، من الأسعار باش يغطي التكاليف بتاعهم ويعطيهم هامش من الربح باش يواصلوا بكل أريحية في خدمة هالأرض هذه ويتفرغوا خاصة للزيادة في حجم الإنتاج. معنى في الاخر يعني نحن تويكا نستخلصوا انه كونه انه قطاع الفلاحة مهم، صحيح مهم برشا للفلاحين وللناس الكل وللمردودية متاعه، مي قاعد يعاني من برشا صعوبات ومن برشا مشاكل في برشا نقاط. هذه نقطة من النقاط اللي نحن خديناها اليوم، قطاع القوارص والإشكاليات بتاع المنتوج والمردود، فما بالك معناها إشكاليات الأخرى، الكميات الري والماء اللي متوفر للفلاحين باش يسقيوا الشجار متاعهم والزراعات متاعهم. احنا حبينا معناها اليوم ناخذوا نقطة هذه نحكيوا فيها، إن شاء الله في الأيامات الجاية نتناولوا نقاط أخرين وشنية الإشكاليات والمصاعب الأخرين اللي نجموا يتعرضوا لها الفلاحين، خاصة الأمراض اللي تضرب الشجرة كي تموت، أو حتى الفلاح يعاني من خسارة كبيرة وما يعوضوا فيها حتى حد، صحيح ولا لا؟ هو بالفعل عنا مرض هو خطير، هو التريستيزا، هذا مرض الحقيقة يصيب أشجار القوارص، والحقيقة عنا مساحات عديدة اللي معناها تم قلعها، وحتى التعويذات بكل صراحة ما لباتش رغبات الفلاحين. تصور أنت شجرة باش تولي تنتج تحب تلقى 5 سنوات باش ترجع إلى صالة في النشاط بتاعها. اليوم أغلبية الفلاحة صغار ومتوسطين، معناها 80% من الفلاحين يملكوا من هكتار وأقل من هكتار، هذا إذا كان مش يقلعوا غدوة باش مش يعيش. حتى الامتيازات بصراحة والتشجيعات الموضوعة في هذا المجال الحقيقة ما تلبيش الرغبة متاعهم، والمرض هذا ما عندوش علاج، العلاج متاعه هو تقليع الأشجار وتعويضها، هذا الإشكال معناها الأولاني. الحاجة الثانية، فما مشكل كبير اليوم عندنا أراضي شاسعة وخصبة، واليوم نعرفوا اللي أبناء الفلاحين الشبان وحاملي شهادات العليا في هذا المجال الحقيقة محرومين من هذا الكسب اللي هو ملك من أملاك الدولة. اليوم من المفروض هالشباب هذايا من المفروض يمكنوه من أراضي أخرى حتى يقتحم مجال الفلاحة، وحتى معناه يغرس أشجار القوارص عوضا معناها على كل الأشجار اللي معناها اللي مرضت واللي تقلعت واللي معناها الحقيقة ما عاش منجا. كذلك اليوم نشوف على مستوى مثال التالة العمرانية هناك زحف كبير على مستوى غابة القوارص، وتقريبا فقدنا عديد الهكتارات، ماذا بينها شباب ضايع عاوض هالهكتارات هذوما بالأراضي المحاذة لابن خلاد، وللحقيقة تعد معناها عنا مساحات شاسعة وشاسعة جدا، في حين أنه هالشباب ضايع ولاد الفلاحة الحقيقة التو ينتظروا في نصيبهم هالأراضي هذية لأنهم ينجموا يتألقوا في هذا المجال. الحقيقة مشاكل كبيرة، مشاكل عديدة ومتعدة في قطاع القوارص الحقيقة، لأنه هالقطاع ضيع الدولة ما حطتوش ضمن اهتماماتها الأولى، وتشجيع الفلاحين وخاصة أبناء الفلاحين والفلاحين الصغار ما شجعتش، خاصة الهياكل المهنية كما التعدديات ومجامع التنمية ما طورتش أداء
المجامع المهنية كما المجمع المهني المشترك للغلال اللي كان يقوم بدور كبير على مستوى تأطير الفلاحين وعلى مستوى المداوات وعلى مستوى الإرشاد، هذا كل مفقود. اليوم كي نحكي على عملية البحث العلمي الحقيقة ما فماش تطور على مستوى قطاع القوارص من حيث الإنتاجية والنوعية والمحافظة على الشتلات المحلية، هذا كله مفقود. اليوم كي نحكيه على خلايا الإرشاد الحقيقة فقدان تام للإرشاد الفلاحي اللي الفلاح من خلاله مش يطور المهارات متاعه ومش يطور المردودية متاعه والإنتاجية متاعه ويقوم الأمراض. الحقيقة اليوم احنا أقرب شيء هو نمشيه نورده ونجيبه البذور من برا، نجيبه الشتلات من برا، نجيبه البورتغراف من برا، وهذا الكل اختر وقت اللي تجيب انت حاجة من برا وما تعملش على المنتوج المحلي متاعك التقليدي وتطوروا راهو ما عملنا حتى شيء، وغدوه مش تجيب له الادويه ومش تجيب له الاسمده، وهذيك الكل سموم تضر اولا بالمنتوج وتخلف مئات الالاف من الاطنان من السموم المواد الكيميائيه في الارض نتاعك الحقيقه اللي تولي ارض قاحله، فهمتي ولا؟ وما عادش تنجم تجيب لك حتى شيء. احنا اليوم دور البحث العلمي الفلاحي، دور الارشاد الفلاحي ماذا بينا يكون في مستوى معناه الاولويه المطلقه نتاع خيارات وزاره الفلاحه. واضح، يعطيك الصحة. احنا كما قلنا صحيح لقطاع الفلاحة مهم، كان قاعد يعاني في برشا مصاعب وبرشا نقاط سلبية، نحنا نحاولوا ان نتناولوا النقاط الكل في برنامجنا خدمات فلاحية. اليوم حكينا في نقطة من النقاط، ان شاء الله في الايامات الجاية نتناولوا مواضيع اخرين ونقاط اخرين وتكون موجودة معنا. وعلاش لازم يكونوا فما مجموعة من الفلاحين يكون هكاك حوار ما بيناتهم وناخذوا تجارب متاعهم في القطاع هذا. يعطيك الصحة سي بشر عنالة رئيس اتحاد الفلاحة، كنت حاضر معنا في برنامجنا خدمات فلاحية، واللي حاولنا ان اليوم نتناولوا موضوع قطع القوارص الايجابيات وشنية السلبيات وشنو المنتوج نتاع سنة كيفاش كان وكيفاش معنا. يعطيك الصحة وشكرا لك على حضرتك. شكرا، بارك الله فيك على الاستضافة.
Yeah.
وصلنا لختام برنامجنا لليوم خدمات فلاحية وفي استنونا في الحلقات الجايين مع مواضيع أخرى تهم الخدمات الفلاحية ومشاغل الجهة. كالعادة ضيوف جدد باش يكونوا متواجدين معانا، ما تنسوش باش تتبعوا كل جديدنا وكل أخبارنا على صفحة الفيسبوك متاعنا راديو فيتا وموقع الويب الخاص بينا www.radiovita.tn. راديو فيتا أحلى نغمة.